السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدين الكرام، اليوم كما تعرفون هو يوم الجمعة، وبرنامجنا لهذا اليوم هو بالطريقة التالية. أولا أننا سوف نجيب عن السؤال المطروح، ثم سوف نضع سؤال هذا الأسبوع، وبعد ذلك سوف نختار الفائز، فحظا موفقا للجميع. وهناك ملاحظة أود أن أقولها لكم، في الأسبوع الماضي حصلت لي بعض الظروف، ولذلك ما نزلت حلقات كثيرة، وإن شاء الله في الأيام القادمة سننزل حلقات ممتازة، وأيضا الحلقة القادمة ستكون حلقة متميزة وحلقة يعني جميلة جدا، و يعني الكل يعني سوف يستفيد من هذه الحلقات، وما ننزل هذه الحلقات إلا لنستفيد من التاريخ. وأيضا السؤال الأسبوع المطروح رأيت فيه أن يعني كثير من الإخوة أخذوا الإجابات سطحية ولم يتعمقوا في الرجوع للفيديوهات التي يعني أنزلها يعني قبل السؤال. ودائما أكرر وأقول أن جميع الأسئلة لا تأتي إلا من المعلومات التي أنزلها، وإن شاء الله يعني ننطلق سويا في المرات القادمة، وأيضا المسابقة مستمرة وحظا موفقا للجميع. بالنسبة لسؤال الأسبوع الماضي كان كيف كانت نهاية النمرود؟ النمرود كانت نهايته ليس على يد النملة أو تلك التي يعني دخلت إلى البعوضة، تلك البعوضة التي دخلت إلى دماغه، إنما البعوضة كانت عامل رئيسي أدى إلى تدميره وتدمير جيش أيضا مع يعني أخواتها من البعوض. تلك البعوضة أدت إلى تدميره نفسيا، وبعد أما من قام بقتل النمرود هي تلك الثعابين التي كانت على منكبيه. وإن شاء الله نحن سنختار السؤال التي يتكلم عن البعوضة، وعن يعني سنختار الإجابة التي يتم ذكر فيها البعوضة والثعابين، لأن البعوضة لم تكن لوحدها هي التي قتلته، إنما من قتله هو تلك الثعابين التي كانت على منكبه. وبالنسبة لسؤال هذا الأسبوع هو: من هو النبي غير النبي موسى الذي حكم عليه بالإعدام قبل أن يولد؟ هناك نبيين حكم عليهما، اثنين أنبياء حكم عليهما بالإعدام قبل أن يولدوا، أحدهم كان النبي موسى وقصته معروفة، وهناك نبي آخر، وهذا هو موضوع سؤالنا لهذا الأسبوع. حظا موفقا للجميع. نحن الآن أخواني الكرام ألصقنا الرابط، أحصل على التعليقات واستثناء طبعا كل التعليقات المكررة، وننزل أبدأ السحب. الفائز معنا هو قناة الأخ فواز علي، إذن ألف مبارك للأخ فواز علي. تواصل معي في الرقم الموجود في وصف هذا الفيديو، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.